بتطالب بايه يا حاجه؟ ما تعيطيش يا حاجه، ما تعيطيش. انت بتخرجي من الساعه 6 هنا تروحي في الساعه دي كلها؟ انت بتطالب ايه؟ نفسك في ايه؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه، بتاعت فلوسك وكلها. طب انت قدمتي على معاش؟ مقدمة كل فلوس جاله من الهوان ومحدش جاب لك. طب انت بتاكلي منين يا حاج؟ من الحسن اللي بتجيلي، الحسن اللي بتجيلي بيكون منه وربنا بيمشيها والحمد لله. انت نفسك ترى لله الدين لله ولا حاجه، ربنا اللي بيتعدى احسن. الحمد لله لا مكان ولا مال. انت ليكي معاش يا حاج؟ مالي تجابيا؟ ربنا يبارك عليك، ربنا يبارك عليك، قول يا حاج ربنا معاه، وحن يقلبه دلوقتي عليا. بصلي فرض ربنا وجيب بعض وجيب وجع عليا، 6:30 بقى عليا. بس. وتبداي الشغل بتاعك. اه. انت خلال الفترة بتاعت الشغل بتاعتك دي كلها. احمد ربنا على كده. تعزي. اتعلم. حي على الفلاح. اقول لك على ايه وهيك؟ اقول لك انا اللي بس بضبط على نفسي. من ضمنهم واحده هو اللي بيجيب لي من هنا من الجمعيه. ومقدم الورق بقالي سنة هنا وسلم، هم يسألوك وسألوا بتاع العصير اللي طلعت منه وهم هو يقولوا لي هو اللي مقدمه لي أحد. هم بين 6:30 لحد الساعة كام؟ لحد الساعة 6:30. طب أنت ساكنة هنا؟ بتصلي المغرب وتمشي؟ اه. محدش بيصرف عليك، أنت اللي شغالة؟ لا أنا اللي بصرف عليا وربنا اللي بيصرف عليا. ربنا اللي بيمشي الصلاة ولاد الحلال بيجيبوا الأحزان بس كده كده ما فيش، من ضمنهم واحدة واقفة وربنا يا حاجة. أنت اسمك إيه يا حاجة؟ فهيمة علي المرسي. شغالة قد إيه؟ بالك قد إيه؟ بقالي 100 سنة وأنا في المهنة دي. طب أنت عندك أولاد؟ أنا واحد والرب واحد.